المجد، السبرديلة، ونظيرة، الساكادو في ظهري، الكيتمة في داركم، وليش ونسيتها في داركم. ماشي مشكل، يلا انطلاق. احنا في هذه الحلقة غنهتمو بهذا النوع ديال الشباب، واللي هو الخشبيش. شنو كيدير في حياته؟ كيفاش عايش؟ باش ندرسو حياته خصنا نختارو مدينة مغربية، واللي هي مدينة سيدي قاسم. مول الخشبيش، شكون هو مول الخشبيش؟ مول الخشبيش هو سفيان بوعلي، ولد مدينة سيدي قاسم، سن 29 سنة. هو أنا. كيفاش جاتني الفكرة ديال سلسلة الخشبيش؟ وإمتى بديت؟ صراحة الفكرة أنا من صغري تقريبا وأنا عزيز عليا الرسم، كنرسم بيدي مزيان، وعزيز عليا الرسم المتحركة. دونك أنا رسام وعزيز عليا الرسم المتحركة. دونك فكرت أنني نشأت على الرسم المتحركة، ولكن القدوة ديالي أول واحد شفت رسوم متحركة في المغرب هو نصيب، محمد نصيب، تحية لينا للمغرب، اللي هو الصديق ديالي واللي عاوني بزاف في البداية ديالي. البداية ديالي كانت في 2013 بديت أول حلقة ديال الخشبيش، اللي هي شكون هو الخشبيش. نجيب السمية ديال الخشبيش. خشبيش هي واحد السمية اللي ماشي أنا اللي جتها، هي ديجا كانت عندنا في المجتمع المغربي. خشبيش كنقولوها تقريبا لديك الناس اللي مسخين كدا، ويعني ما قاريينش بزاف الحوايج. وأنا شديت هاد السمية وبغيت نحاول نعالج بها هاد المشكل هذا، باش نبين أن الخشبيش راه ماشي معيار تعيير بها الناس. خشبيش هي واحد الانسان اللي ما بحالوش، ولكن تيتقاتل في الوقت باش يفرض راسو. هادي هي معنى خشبيش. ملي كنجيب الافكار ديال خشبيش، الافكار تنجيبهم من الواقع ديال الواقع ديالنا المغربي، يعني داكشي اللي كنشوفو، داكشي اللي كنعيشو، داكشي اللي عشت انايا. وبعض المرات كنحاول نجيب شويه ديال نكات مغربيه حتى هي كنطبقها. بعض المرات الطاقم اللي خدام معايا حتى هو كيجيب لي افكار، بحال المبوق ابراهيم يرو. وكمي كنجيب الافكار ديال خشبيش. الناس اللي كيعاونوني في الدومين ديالي كاينين جوج ديال الناس. كاين ابراهيم يرو اللي هو الشخصيه المبوق، اللي كيعاونني في السيناريوهات، تقريبا هو تكتب لي السيناريوهات كاملين، يجيبهم لي مكتوبين وكيعطيني افكار حتى هو. وكاين الثاني اللي هو كيعاونني بالموسيقى، يعني المؤثرات والموسيقى، هو سيمو برود، تحيه لك من المنبر. حاليا انا ما بقيتش في المغرب صراحه، يعني انتقلت للديار الامريكيه على اساس اني نبني مستقبلي، لحقاش الرسوم في المغرب ما يوكلنيش الخبز، ولكن خصني نخدم وعاد نطاق الخشبيش ديالي. واخا ما عنديش الوقت صراحه، ما عنديش الوقت بزاف، داكشي علاش المشاهدين ديالي كيشوفوا حلقه كل 6 شهور، كل يعني على حسب الوقت، لحقاش الوقت ما عنديش. والمهم حنا غادي مستمرين في الحلقه ان شاء الله. واخا انا في امريكا كنتحاول نتواصل مع الطاقم ديالي ابراهيم يروستي مبرود، الى حاجه شي موسيقى تنتصل بهم يصوبوها ليا، الى احتاجت الافكار ولا الكتابه كنتصل ببراهيم يكتب ليا ويصيفط ليا. المهم واخا هكاك حنا متجمعين، واخا انا بعيد متجمعين بعضياتنا على حسب التواصل الاجتماعي. انا ما عندي حتى علاقه بسفيان البركه، انا عندي علاقه مع محمد نصيب، لحقاش هو اللي مد لي يد المساعده في الاول وعطاني بزاف ديال الدروس. صراحه ملي كنصوب شي حاجه كيهنئني محمد نصيب، هو اللي كيعطيني شنو كدير، شنو هو المشكل ديالي، شنو خصني ننتج. اما سفيان البركه ما بيني وبينه والو صراحه، الله يسهل عليه. يعني ما عمره ما هضرنا انا وياه في شي نقاش. كنا واحد النهار هضرنا على اساس شي مشكل وقع لنا في اليوتيوب، على حسب ديك القوانين الجديده ديال اليوتيوب، هضرنا على شي حاجه بسيطه وصافي، ومن بعد ما بقيناش ندويو. وتحيه ليه حتى هو من هذا المنبر. بالنسبه واش حنا كنناقشوا بيناتنا مواضيع؟ لا، حنا ما عندناش صراحه، كل واحد يخدم راسو، كل واحد كيصاوب داكشي لراسو. انا قلت لكم فقط محمد نصيب هو اللي كيعطيني بعض الاشارات، يعني اللي خصني نصلحها بعد فقط. اما زعما واش كنتواصلوا بعياتنا وعلى حسب، ما كنهضروش تقريبا في هذا المجال، وهادشي اللي كاين. بالنسبه للموسيقى ديال الرا، انا قبل ما نبدا خشبيش كنت نغني الرا. كان عندنا واحد جروب فاير ميوزيك، كان عندنا استوديو، كنا كنصاوبوا واحد، يعني كنا تنتجو، كنا تنسجلوا الناس، يعني كنا في هذا المجال هذا. ولحد الان مازال الا جاتني شي فكره، جاتني شي غانه ديال شي موسيقى تنغنيها، يعني الراب اي مره الا جاتني غانه ديالو. كل لحد الان انا مركز على الخشبيش وعلى الرسوم المتحركه بصفه عامه. الرسوم المتحركه في المغرب بصراحه، ما صراحه كيبان ليا ما عندهاش واحد
ما عندناش واحد الاشاره من عند الناس اللي ديال الاذاعات وديال يعني مازال ما كيتيقوش فينا بهذا المعنى هذا. واخا حنا تقريبا عندنا ناس واعيين في الرسوم المتحركه يقدروا يصوبوا سلسلات رائعه بحال اللي كتفرجوهم في التلفاز، ولكن انا كعرف البلاد ما تيقاش فينا ولا ما عرفتش، ربما من هالقدام تكون شي حاجه، نتمنى تكون شي حاجه منها مستقبلا. بالنسبه للمنافسه يعني نقول لها بحال نقول المحتويات المغربيه في اليوتيوب صراحه كاين بزاف. وبالنسبه نهضروا على الروتين اليومي، انا ما عنديش معاه هذاك النوع، ما تحملهمش صراحه لحقاش ما كيعطيوناش شي حد الابداع، ما كيعطيناش واحد الابداع وما تبينوش الابداع ديال المغاربه كيف داير. كاين بزاف اللي كيديروا الابداع، كاين اللي كيديروا فلوغات زوينين، فلوغات وفيهم واحد المعلومه، كيعطيو معلومات في الفلوغات، هذوك تنحيو من هنا. كاين الناس اللي كيصاوبوا كيناقش مواضيع بحال سوينغا، اللي كيناقش مواضيع ديال كيعرف شنو هو الانتخابات، شنو رائع جدا. وبالنسبه للامير الرغيب اللي كيعطينا تا هو معلومات ديال يعني هادو محتويات صراحه اللي كيفيدونا وكيزولو قدام. اما داكشي الاخر اخويا شنو نقول لك، الله يهديهم الله يهديهم شي اللي عملوا في هذا الموضوع.